عايز ارحب بيكم جميعا في المائده المستديره حول بحث مهنيه الاعلام بعد 30 يونيو والذي ينظمها مركز القاهره دراسات حقوق الانسان بالتعاون مع معهد التنوع الاعلامي. الحقيقه في كلام كتير في خلال السبع شهور اللي فاتت متعلق بمهنية الإعلام المصري سواء الخاص أو العام، وسواء كان المطبوع أو المرئي أو المسموع. الكلام المتعلق بهذه المهنية هو ليس فقط مرتبط ب كيفية تعامل الإعلام مع 30 يونيو وما بعدها، ولكن أيضا هو مرتبط بحوار كبير ما بين المتخصصين في المجال الإعلامي من سنة 2003، من أول ما ابتدى يبقى عندنا صحف مستقلة وقنوات فضائية مستقلة بتقوم بدور الحقيقة ريادي في نشر الوعي والثقافة حول آليات الديمقراطية وحقوق الإنسان. بعد 25 يناير كان الإعلام ابتدى يلعب دور كبير جدا، مش بس في نشر الثقافة وبالوعي، ولكن ابتدى يلعب دور مهم في الحشد السياسي حوالين قضايا ما معينة. شفنا ده في أحداث كتيرة جدا، وشفنا ازاي انه الإعلام مش بس ممكن يلعب دور في الحشد لقضايا تساند الديمقراطية، بس شفنا انه في قنوات إعلامية بتلعب دور أساسي في الحشد للقضايا بتنافي القيم الأساسية اللي احنا كلنا بنؤمن بيها وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان. وده طرح مجموعة من الأسئلة الكبيرة. في 2012 تحت حكم الإخوان المسلمين شفنا ازاي انه كان بيتم استخدام الإعلام او القنوات الدينية في حشد المواطنين للانتخابات على أسس دينية، وشفنا ازاي كمان كان بيتم استخدام القنوات الدينية للحد على الكراهية ضد أقليات دينية معينة وضد طوائف سياسية مختلفة. للأسف الشديد كنا بنتمنى ان في 30 يونيو بعد 30 يونيو انه يحصل تغير محوري في دور اللي بيلعبه الإعلام في بالذات في مواضيع الحد على الكراهية، ولكن اللي شفناه بعد 30 يونيو كان انه تم اغلاق مجموعه من القنوات اللي كانت بتحد على الكراهيه ولكن دون حكم قضائي بيوضح ليه بيتم اغلاقهم بشكل اساسي. وشفنا مجموعه من الاعلاميين في القنوات خاصه اخرى وقنوات تابعه للدوله بيحدوا على الكراهيه تجاه فصيل سياسي اخر او تجاه مجموعه من الاشخاص اللي منتمين لتيار اخر، وده ابتدى يفتح تساؤلات كبيره حوالين هل في حاجه معينه ممكن تخلينا نتنازل عن المعايير اللي كنا بنؤمن بيها ب 30 يونيو؟ هل الاعتبارات الامنيه بتسمح لينا ان احنا نتخلى عن المعايير اللي كلنا وكل الناس اللي قاعده في القاعه دي كانت بتنادي تطبيقها على جميع القنوات قبل 30 يونيو ولا لا؟ الموضوع الذي سنناقشه اليوم كما هو واضح موضوع يهتم به الإعلام بين قوسين، ولكن السؤال الذي أظنه أكثر أهمية، هل يهتم به جمهور الإعلام؟ أعتقد أن هذا هو السؤال المحوري. أخشى أن يكون الإعلامي أو أن نجد الإعلاميين أو أن نصل إلى نقطة يتحدث فيها الإعلاميون إلى أنفسهم. لا أظن أننا بعيدون عن هذه النقطة. منذ حوالي 10 أيام كان الأستاذ حمدي قنديل في مناسبة لتكريمه قال أنه كاد أن يتوقف عن مشاهدة البرامج الحوارية في التلفزيونات المصرية كلها عامة وخاصة. لماذا أيها الإعلام المخضرم؟ الإجابة كانت بعاميته: لأنني لا أريد أن يشخط في أحد على الشاشة. هل أصبح الإعلام الآن يشخط في جمهوره؟ ربما نعم ربما لا.
بغض النظر إذا كان الإعلام يشخط في جمهوره كما يقول الأستاذ حمدي قنديل أم لا، ولكن السؤال الأهم، هل الإعلام المصري الآن بعد أكثر من سنوات ثلاث على ما جرى في 25 يناير، وأنا أقول ما جرى في 25 يناير على الأقل حتى يمر التعبير من خلال كل هذه القنوات، لأنه كما تعلمون حتى ما جرى في 25 يناير أصبح إعلاميا مختلف عليه. عودة إلى السؤال، هل بعد سنوات ثلاث أو أكثر من سنوات ثلاث مما جرى في 25 يناير ومما وأظن كلنا نعرف ذلك ونتفق عليه، مما حدث وكان الإعلام أو وكان للإعلام نصيب فيما جرى في 25 يناير، هل للإعلام مصداقيته ما زالت؟ أم أن هناك لكل جمهور إعلامه؟ هناك من يشاهد قنوات معينة ولا ليس لديه استعداد لأن يستمع إلى قنوات أخرى، هناك مثلا من يشاهد القنوات دون ذكر أسماء لأنها كثيرة، وهناك على الناحية الأخرى من لا يحرك مؤشر أو لا يغير المشهد على الشاشة من قناة الجزيرة وصاحباتها. هل هذا هو المشهد الإعلامي حقيقة؟ أظن أن هذا هو المشهد الإعلامي. إذا كان كذلك، ما فائدة إذن أن يقول كل على الشاشة ما يرغب في سماعه الجمهور فقط؟ هل في هذه الحال يكون للإعلام دورا في التعريف كما ينبغي أن يكون، في الإخبار حتى كما ينبغي أن يكون؟ أظن أن هناك أسئلة كثيرة جدا جدا تحيط بالمشهد الإعلامي الآن بعد ربما نكون في حاجة إلى قوسين، 30 يونيو / 3 يوليو / مرحلة انتقالية ثالثة، لا نعلم، حتى التسميات أيضا أصبحت بحاجة أو حتى التعريفات أصبحت بحاجة إلى تحرير. على أي حال أشكر لكم حضوركم، الذين أو منظموا هذا المنتدى أو هذه الندوة عندما طلبوا مني أن أديرها ووجدت أن هناك أساتذة عظام كبار سيكونون معي من الإعلاميين أو من المعنيين بالإعلام وأساتذة الإعلام، وعلمت أنهم على المنصة سيكونون 10، أظن أن يعني ربما يصلح لي على الأقل إدارة حوار يكون المشاركون فيه على المنصة 10. السؤال، لماذا لا يوجد مثقف شرف؟ السؤال الثاني، هل ممكن أن يكون هناك مثقف شرف؟ السؤال الثالث، هل لو كان هناك مثقف شرف هل ممكن أن يكون له فعالية حقيقية؟ تفضلي، وإذا كان لديك أي أشياء بس تفضلي لو أجيب السؤال. معلش أنا ربما لا أكون متحدثة جيدة يعني كمعظم الموجودين، أنا أسفة المفروض هي شغالة. طب أستعين ممكن بالمايك؟ لا أقصى حاجة تكلمي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، كده كويس؟ وده يثبت أن أنا مش متحدثة جيدة لوسائل الإعلام والفضائيات يعني زي معظم الحضور الموجودين هنا، وهم ناس أنا بعتز بيهم وبحترمهم جميعا. حضرتك طرحت سؤال مهم فعلا والزملاء الحضور يعني عبرت عنه، مسألة ميثاق الشرف موجودة في نساء أوسع اسمه التنظيم الذاتي لهذه المهنة. جماعة نستمعت للنقاط المهمة اللي أثرها أستاذنا الدكتور صفوة العالم لمسألة لماذا أصبح الإعلام وصل لهذه المرحلة، لأننا نؤجل هذه الخطوة بشكل كبير. النقابة لها سطوة فقط على أعضائها، وأعضائها هم العاملين في هذه المهنة، يعني نحن نقابة للأجراء، اسمحوا لي أنا أسفة لهذا التعبير لكنه هو التعبير الحقيقي، هؤلاء هم الذين يعملون في وسائل الإعلام، هؤلاء يحتاجون إلى ضمانات حقيقية لممارسة مهنة الإعلام. هذه الضمانات للأسف غير موجودة، أغلبها ضمانات عقابية
نحن كتنظيم نقابي، وانا اتحدث لا اتحدث عن وضع الحالي لكن اتحدث على فترات طويله كنا نناضل من اجل الحق في التعبير. اصبح الوضع الان وهو وضع يمس عموم الوطن بمشاكل عديده، كانت هناك ازدواجيه في بعض التشريعات، وكانت لدينا مشكله كبيره في تطبيق ميثاق الشرف، لانه بكل بساطه كان الصحفي معرض ايضا لاحكام فيها السجن او غيره. هل ده يبرر تراجع بالنسبه لنا؟ لا، لكن طرحنا طرح جيد، وكان في كوكبه من الجمعيه العموميه لنقابة الصحفيين واساتذه المهنه على مدى العامين الماضيين عملوا على مساله اسمها التنظيم الذاتي المهنه. التيار اعلى منا جميعا، ونحن نحتاج الان الى وقفه. الوقفه التي نستطيع ان احنا نقوم بها هي مع العاملين في المهنه انفسهم. اذا لم تتواجد اراده التغيير لدى العاملين في مهنه الصحافه في مصر فنحن لن نستطيع تحقيق ذلك. الإنسان هو عنصر التغيير في أي مجتمع، في أي مجتمع الإنسان هو عنصر التغيير الحقيقي. في غياب هذه الإرادة لن يستطيع أن هو يصل. الصحفي الآن أستاذنا العزيز يعمل في ظروف صعبة جدا، لا توجد ضمانات من أول المؤسسة التي يعمل بها، يعني نحن نحيي رجال أعمال وطنيين وغيره، لكن الوضع الحالي بيشكل أشكال احتكارية موجودة في مجال الإعلام. نمط الملكية وتداخل ما بين السياسي، ما بين السياسة وما بين العمل بشكل كبير. أعتقد أن إحنا بعد 3 سنين الأخيرة أدركنا أخيرا أن الاستقطاب السياسي بيؤثر على العمل الصحفي والعمل المهني، وأن هو يستطيع أن هو يكون بشكل مهني. يعني إذا كنا سنعمل على تحديث هذا الميثاق للشرف، أول شيء الصحفي يستطيع أن هو يمارس عمله السياسي من خلال قنوات أخرى لا تكون ولا تعبر عن جهة عمله. موضوع الملكية، أنا أظن أننا عندما نتكلم في موضوع الملكية أو فيما يتعلق بحرية الصحافة بشكل عام نحن نتناوله بنفس الطريقة التي تتناولها الإعلام للأمور في مصر. الحقيقة أنا يعني ربما المؤكد أن ملاك وسائل الإعلام هم من يصنعون سياسات تحرير حتى لو كانت القوانين الموجودة لا تقر ذلك. يعني هناك مشكلة كبيرة في نقابة الصحفيين الآن على فكرة عقد العمل، وأن عقود العمل جاءت في بعض المؤسسات تتكلم عن المؤسسة هي من تضع السياسة التحريرية، فأعادتها النقابة لكي يتم تغيير النص لأن العاملين هم من يضعون السياسة التحريرية. والحقيقة أن هذا غير حقيقي ولن يكون حقيقيا في ظل الظروف الموجودة. الحقيقة أننا الملكية علينا أن نعترف بداية أن الملكية هي من تصنع السياسة التحريرية. إذا اعترفنا بذلك فعلينا أن ندرك أن حرية الإعلام هو في تنوع أشكال الملكية وفي تعددها وفي وجود أكثر وفي إتاحة الفرصة للجميع أن يكون لهم فرصة لتكون لهم وسائل إعلامهم. هي دي القضية. عندما يكون لدينا ملكية دائما وسائل إعلام تعبر عن مالكيها فلا بد أن يكون للجميع المواطنين الحق منذ اللحظة الأولى في أن يكون لهم وسائل إعلامهم المعبرة عنهم، أن يكون لدينا أنماط ملكية تتيح للجميع أن يكون لديهم وسائل إعلامهم. في هذه اللحظة ربما نخلص إلى نتائج مختلفة. أنا البعض دائما يتكلم عن امتلاك الحقيقة وأن أنه يعبر عن الحقيقة وأن عن بعض الوسائل الإعلام تحاول أن تعكس الحقيقة. أنا أظن أن هذا خداع إضافي. وسائل الإعلام تحاول أن تقدم الحقيقة على الأقل إذا كانت صادقة من وجهة نظر من يعملون فيها. يعني هي لا تمتلك حقيقة، هي تمتلك ما يراه الإعلاميون العاملون فيها أنه حقيقة. ولذلك لا بد من التنوع، لا بد من التعدد، لا بد من إتاحة وسائل مختلفة للمعلومات. فيما يتعلق بمواثيق الشرف المهنية وإذا كان كما أظن جزء من السؤال، فأنا أعتقد أن حتى احتكار كتابة مواثيق الشرف المهنية من خلال العاملين في الإعلام هذا لن يكون صائبا. أنا أظن أن لدينا منظومة إعلام لها أكثر من ضلع، جزء منها نمط ملكية وقوانين حاكمة، جزء منها له علاقة بالإعلاميون نفسهم الذين يمارسون المهنة، جزء ثالث له علاقة بقوانين تحكم هذا العمل، جزء رابع وهو الأهم وهو دائما الذي نتجاهله هو من يتلقى ومن. ولذلك عندما نتكلم عن مواثيق شرف يصنعها الإعلاميون بذاتهم أنا أعتقد أننا ننكر حقا لمن يتلقى في أن يكون طرفا في حماية مصالحه. طبعا أشكرك أستاذ أيمن وأشكر جميع الحاضرين وأشكر الأساتذتي وزملائي اللي على المنصة. في الواقع صعب جدا طبعا الإجابة عن هذه الأسئلة وخصوصا في الفترة الزمنية المحددة، لكن أنا هعطيك الوقت بس أكيد. طيب
انا قعدت بالصدفه النهارده جنب صديقي الاستاذ عزت ابراهيم وزميلي كان زميلي في الكليه، وافتكرت ان احنا كنا نطلع رحلات دايما ونلعب لعبه اسمها افلام. كنا عارف فاكر لعبه الافلام كلنا لعبناها. فجيب بالي من الاسئله اللي انتوا طرحتوها، بعض الناس بعتت لي اسئله وسمعت اسئله قالها الاستاذ ايمن انه انا نلعب معاكم افلام، فانا هلعب معاكم افلام، موافقين في الحصه بتاعتي مش هتجاوزها نلعب افلام مع بعض؟ اوكي ايه يا جماعه؟ طيب انا افتكرت انه اول فيلم لازم نتكلم عنه فيلم اسمه امراه سيئه السمعه، ده فيلم بجد اسمه امراه سيئه السمعه، وانا بتصور انه الاعلام في مصر الان هو امراه سيئه السمعه. الجميع يطعن في شرفها، الجميع يطعن في شرفها، تمام. لكن في مشكله انه الجميع يخطب ودها سرا، وانه الجميع مستعد ان يمدح فيها اذا نال حظه منها. الاعلام مثل امرأة سيئة السمعة، الجميع يطعن في شرفها، لكن الجميع يطلب ودها سرا ومستعد ان يمدح فيها اذا نال حظه منها. الفيلم الثاني، لا شرط تحفظي، لا انا قلت الاعلام كما لو انه، انا كلامي دقيق لا يؤولني احد، الاعلام كما لو انه، الاعلام يبدو كانه امراه سيئه السمعه، الجميع يطعن في شرفها. كلامي واضح وقررته وهو مسجل الان، حدش يقول لي ان انا قلت الاعلام سيء السمعه، هذا كلام لم اقله، تمام. طيب وكانه ده اسم فيلم، ده اسم فيلم. طيب الفيلم الثاني هيريحك قوي، الفيلم الثاني اسمه الشيطان يعز. فيلم الشيطان يعز، انه انا بقرا كده في الجرايد وبشوف اللي بيطلع واحد هو نموذج للجرائم المرتكبه ضد الاعلام، هو نفسه جريمه اعلاميه، ثم يتحدث عن مهنيه الاعلام ويتحدث عن الاخطاء التي يرتكبها الاخرون، وهذه الممارسة تمارس كل يوم. الفيلم الثالث اسمه المذنبون، ده حاجة جميلة بتاعت نجيب محفوظ وأخرجها سعيد مرزوق. مين المذنبون بقى؟ رقم واحد السياسيون، رقم اثنين الأمنيون، رقم ثلاثة المشرعون، رقم أربعة الجماعات التكفيرية الظلامية الإرهابية، رقم خمسة الإعلاميون أنفسهم، رقم ستة ملاك وسائل الإعلام، رقم سبعة الجمهور. الجمهور مذنب كبير لأنه يشجع أنماط الأداء الحادة ويروج لها وينصر هؤلاء المنفلتين والخارجين عن المعايير المهنية. بس هناك أسئلة وجهها لك شخصيا، منها مثلا هل يسلط الإعلام ضوء على كل من يتقدم للترشح للانتخابات رئاسة الجمهورية أم لا؟ أظن السائل هو أشرف الفهي، أظن يقصد هل ينبغي أن يسلط الإعلام؟ لأنه لسه حتى الآن ليس لدينا مرشحين للرئاسة برضو. طب هل ممكن أستاذ أيمن، هل ممكن على الأقل الموضوعات اللي أنت طرحتها في الأول أجاوب عليها بسرعة يعني؟ لما نجيب بطارية. تفضل طيب. على نجيب بطارية. ما تحبش نستنى لما نجيب بطارية طيب؟ عايز تقاطعني ولا حاجة؟ مش هقاطعك. لا تفضل. متشكر. الاتجاه المعاكس. نعم. تفضل. متشكر، أنا طبعًا معرفش، أنت من قبل شوية عرفتني مع الأستاذ حسام إن إحنا عائدين من الخارج او خارج مصر يعني، انا صحيح من يومين بس عائد من خارج مصر، كنت في المنيا، لكن بالنسبة لدولة مصر انا 7 سنين عايش فيها دلوقتي، وفعلا التجربة اللي حضرتك اشرت اليها جديرة يمكن بالتساؤل انه احتمال في شيء تغير في التركيبة. يعني في 2011 بعد الثورة كان يفترض انه نعمل برنامج، الاستاذ حمدي انديل بيعمل حاجه اسبوعيه فيه وانا بعمل حاجه 5 ايام ليحل محل البرنامج بيت بيتك واللي قبله. وبعدين فعلا زي ما بيقول الاستاذ ايمن، انا ما تقضيتش حاجه بالمناسبه يعني، هو
كان في عقد جزائي يدفعوه ولو ألغوا التعاقد على آخر لحظة وهم أو أنا أدفعه لو أنا انسحبت منه، لكن أنا تنازلت عن حقي، يعني قلت يعني الضرب في الميت حرام، يعني ياخد من الدولة يعني بتاع، لأنه القرار كان أخده جنرال هو في الآن في اسكندرية محافظ، فكان هيدفع من جيبه، كان الدولة اللي هتدفعها. لكن هو فعلا السؤال البسيط في الموضوع ده ان ليه العاملين في مبنى ماسبيرو من حقهم في ظل عدم وجود ظروف و43 ألف مكدسين في هذا المبنى، ليه احتجوا وسمع صوتهم وكانوا قويين في 2011 بعد شهور من الثورة على انه حافظ وحمدي أنديل من بره المبنى او اصبحوا من بره المبنى، حتى لو حافظ كان في المبنى دوت قبل كده في الإذاعة وحمدي أنديل كان على السلالم بتاع السقالات بتاع المبنى وهم يبنوه في التلفزيون، بس هم تركوه دلوقتي. فكان الاعتراض انه لا دي فرصتنا احنا الان ان نطلع، وكان ممكن يعني يكون ده منطقي يعني، وما كانش عندي مانع انه في الفترة الأخيرة لما لقيت المسألة مزعجة اصلا ويعني قلت لا يعني معلش افضل وبركة جامعة. لكن السؤال هو دلوقتي مثلا الأستاذ حسام والدكتور مأمون فندي بيقدموه وما حصلش، ما سمعناش أي مشكلة في ماسبيرو وإن شاء الله ما نسمعش يعني عن أي مشكلة، مع أن هم ما دخلوش قبل كده إلا ضيوف. فيا ترى إيه اللي اتغير؟ أنا أعتقد لأي حد بيدرس السياسة في الثلاث سنين اللي حصلوا في مصر من الممكن يعمل تخمينات ويلاقي انه ايه السبب. هل المصريين تخلوا عن الاحتجاج؟ هل 2011 الامور كانت سايبه وما فيش انضباط ودلوقتي اللي يتكلم ياخد بالبياده، ولا لا ده حصل عندنا تطور وتفهم وبقينا نتطور؟ انا ما اعرفش يعني، لكن هي جديره فعلا بالوقفه انه ايه اللي اتغير بالظبط في هذا الموضوع. طبعا بالاضافه الى ان احنا للاسف الشديد حسام ومأمون لون جديد ومختلف ويفترض بيسروا اي شاشه يكونوا فيها، لكن التلفزيون المصري ما اتغيرش في فكره ان الوزير الاعلام زي وقت الاستاذ انس الفقي ولما بدأ البيت بيتك أو الوزيرة الحالية إنه كأنه هو رئيس تحرير البرنامج وبيجيب الضيف ويدخل بيه الاستوديو لو هو ضيف كبير أو رئيس وزراء ومش عارف إيه، يعني مفهوم إنه البرنامج دوت ليه شيء خاص، زائد إنه في تفاخر بهذا البرنامج رغم إنه هو بيضرب فكرة التلفزيون العام، لأنه البيت بيتك اتعطل لقناة لشركة خاصة تعمل منه فلوس وتجيب اعلانات وتقسم، وده برضو نفس القصة مش عكس مفهوم التلفزيون. بس دي ملاحظتي البسيطة على الموضوع اللي اثاره الاستاذ ايمن، ويمكن عشان كده هو بيقول انا عايز حسام وحافظ عشان يعلقوا على بعض، ان انت اللي كنت ناوي تخلينا نعلق على بعض يعني، لكن بالعكس هو ده شيء جيد جدا واثراء لينا جميعا يعني. الميكروفونات دي أستاذ حسام مش منظر، هي وايرلس مايك، مش بالضرورة عشان ما فيهاش سلك طالع منها إنها مش متوصلة بالكاميرات. يعني لحد ما أقدر أرهنك على الأقل فيهم أربعة. لكن أنا مع حسام في حاجة الحقيقة، هو حتة لما بنتكلم عن المهنية وبتاعه، مش عايز أكون قاسي على المنظمين لأن كلنا بنعملها، وأنا عندي ندوة النهاردة وهنلاقي نفس المشكلة، إنه فكرة الأعلام القبيلة إن كل واحد مصر على عالم القبيلة، ما بتلاقيش ده مثلا في أي مؤتمر صحفي برا في الخارج يعني أو في الغرب أو حاجة زي كده. المالت بوكس مثلا يفترض إنه ده الأصلي بيروح وكل واحد بياخد منه مباشرة وخلصت القصة. يعني أولاً لكن على ده لأنه يعني حتى مهنياً، لو حكم على المهنية أعتقد إذا التغطية بتاعت هذه الندوة هيبقى فيها مشكلة كبرى، لأن هو الكاميرا بتاعته على ده. لو بديت مش عارف عندك أصلاً.
ومش مطبع كمان تعبان نازع التلفزيون. هو كان الكلام الصح تماما زي ما انا كنت فاكر في البداية، كل الزملاء على اماكنهم وكلهم قدامهم مايكات، والمايك ده مفترض انه واصل كله بسورس واحد وياخد السورس ده، كان الوضع الطبيعي. لكن هي مش غلطتهم الحقيقة، لانه مش غلطتهم، لانه هو هيسأل انت ليه انت كنت موجود ولا مزوغ، وايه اللي يثبت لي ان انت ككاميرا موجود والشعار بتاعنا مش موجود. يعني لانه صاحب الدكانة اللي هم اصحاب القنوات عندنا يعني ممكن ينفعل، او لو المدام شافت الحلقة وقالت له فهو هيكلم الولاد مدير القناة ورئيس التحرير ويرفض. النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، انت عندك بعض الدارسين في المركز. انا دي كل الملاحظات اللي كانت عندي، يعني ما عنديش حاجة تانية. السؤال، الدارسين عندك في المركز شايفين ان الاعلام بيبص ازاي للاعلام بعد 30 يونيو؟ يعني هما شباب صغير ومفروض يبقوا اعلاميين. طيب انا عايز اقول حاجة بس، انه ودي يمكن ساعات اكرر نفسي فيها ومش عايز اكون متشائم، لانه في شباب من الواعدين ان شاء الله في الاعلام، ولذلك ببقى متردد ان انا اكون متشائم، ورغم ان انا بطبيعتي ايديولوجيا متفائل بانه في النهاية اكيد لن يصح الا الصحيح، مهما طال التدليس والظلم والغلط ومش عارف ايه لن يصح الا الصحيح. فانا متفائل على المدى البعيد، لكن على المدى القصير بس عشان نحلل الموضوع ما نتعبش نفسنا ونقول الاعلام ومشكلته، السينما ومشكلتها، السياسه ومش عارف ايه، كله مرتبط في بعضيه زي ما بيقولوا في الماثيماتكس وفي الرياضيات الجيجو، جاربيج ان جاربيج اوت، لما تدخل حاجه غلط معلومات غلط هتطلع بنتائج مغلوطة وبيانات مغلوطة. وبالتالي لما يكون المنظومة كلها غلط، هي سياسيا غلط اقتصاديا غلط، فش معنى الاعلام اللي انت عايزه يطلع لك حاجة صح؟ بمعنى انه ما يسمى بملكية رجال الاعمال او المحطات اللي واقفة بقرار اداري، ما هي ما فتحت بقرار اداري، اتلغت بقرار امني وما فتحتش الا بقرار امني. هو في حد بيقدر يفتح قناته الا بموافقه امنيه؟ فيعني انت زعلان ليه؟ عشان ينتهي برضه بموافقه امنيه او بقرار امني. فلما تكون العمليه كلها يعني عموما ده اللي عندي كله. معلش تفضل يا سيدتي، كيف تسنى لك ان تظلي مهنيه بعد 3 يوليو وليس بعد 30 يوليو بالمناسبه، لان يعني دعونا نؤرخ تاريخا اسبق. مساء الخير. اول حاجه انا باينه من المايكات محل الخلاف فكنتش عامله حسابي. مساء الخير، اشكرك اولا دكتور ايمن اذا كنت بتعتبر ان انا لازلت مهنيه ما بعد ال 30 من يونيو او ما قبل ال 30 من يونيو. بس هي الفكره، امتى كان الاعلام في مصر اصلا مهني؟ يعني انا اول ما جيت على مصر الناس بتقول ما بعد 25 يناير، ما بعد 25 يناير. في فئه عمريه موجوده بكثافه وهي الفئه الاكثر في مصر، وهي الشباب اللي في بدايه اواخر العشرينات بدايه الثلاثينات من اعمارهم. كنت يعني حينما استمعت لروايتهم للأحداث في البداية كنت أشعر وكأنني أليس في وندرلاند، في بلد العجائب، لأنه بكل بساطة هذه الفئة العمرية حقيقة كانت إلى حد كتير كبير لأوائل التسعينيات، يعني أول ما ابتدى يبقى في إنترنت وابتدينا نعرف إيه يعني في إنترنت وإيميل وإن أنا أدخل أتصفح حاجات كتيرة على الإنترنت، كانوا فعلا مصدقين أنه محمد حسني مبارك بيقف بمقدمة الصفوف بلقاءات الرؤساء في المؤتمرات العالمية، لأنه هذا ما كانت تنقله بالفعل الجرائد ووسائل الإعلام، وما كانش لسه لغاية دلوقتي بذاك الفترة شائع أنه في حاجة اسمها فوتوشوب أو ليست على المستوى المعرفي العام. فبالتالي كانوا مصدقين أنه فعلا مصر هي البلد الوحيد وأنه إحنا بننزل بعناوين الأخبار. كمان بيفكرني ده لما كنت برجع في زيارات على لبنان، كانوا أهلي أو الناس يقولوا لي هما في بريطانيا عندكم بيقولوا إيه عننا احنا في لبنان، وكأن العالم بالفعل مشغول بنقاش انه بلد مساحته قد كده وعدد سكانه 3 مليون هيقعدوا يتكلموا عن لبنان في كل الاماكن وكل الصروح الممكنة.
فهذا ما كان يعكس الإعلام ما قبل 25 يناير لغاية بدايات 2005 لما شفنا بعد كده تحطيم صورة محمد حسني مبارك في المحلة أيام إضراب عمال الغزل والنسيج، وكانت المفاجأة الكبرى لأنه كان ابتدى في إنترنت وابتدأت الصورة تتغير. جيت مصر هنا في فترة حكم المجلس العسكري، كانت الفترة فيها الكثير من إذا جاز التعبير تراخي قبضة الأمن بالمعنى التوجيهي على الإعلام رغم كل المحاذير، إلا أنه كان بالإمكان بظل حالة خلينا نقول ما زال يعني موجات الثورة مستمرة، عشان ما بدي استخدم تعبير تاني، فكان الإعلام لسه مساحته أو سقفه لا يزال عالي قليلا رغم المحاذير. ما بقولش ما كانش فيه محاذير بتلك الفترة، بس كنا لسه قادرين ضغط الشارع وضغط محمد محمود وضغط الثوار لما بينزلوا كان لسه قادر يؤدي إلى نتيجة ويؤثر بقرار القائمين على البلد في ذلك الوقت. إذا حدا مش مهتم ما نكملش يا جماعة، لو هالقد زهقانين اسمحوا لي يعني. لا معلش، في صوت كتير أصلي بس. فالمهم بعدين جي دكتور محمد مرسي ودعينا مرة إلى جلسة يعني مع مجموعة من الإعلاميين، فرجعنا أسمع خطاب اللي هو ما قبل 25 يناير مع محمد مرسي لما في الجلسة بيقولوا أو هو بيقول كان تحديدا مهمة الإعلام يا جماعة، إحنا اليوم في حالة بناء هذا البلد، فيجب أن تكون مهمة الإعلام توجيهية باتجاه التنمية، باتجاه إصلاح البلد، باتجاه التوعية، باتجاه بث البرامج التي تعرف المواطن. سمحي لي أستخدم التعبير الذي استخدم، كان يتحدث عن الإعلام وأسماء المتجانس، وجريدة الأهرام أخذت هذا العنوان وأنا كتبت مقال عن المتجانس أخذته وأنشئت، ثم طلب من السيد رئيس تحرير الأهرام أن يشيل المنشئ ده من الطبعة الثانية، وشاله فعلا من الطبعة الثانية، بل أكثر من ذلك مش موجود حتى على الديجيتال أو من عندهم أركايف ديجيتال في الأهرام أحفظ كل شيء. هذا تحديدا طلب وقتها أنه يتشال من الأهرام ويتشال من الأهرام. الحديث الأساسي على كل مع احترامي انا حقيقه لا يعني انا كنت يعني اذكر المناصب التي كانت موجوده في تلك الجلسه يا دكتور ايمن، بس لا اذكر الاسماء، فلذا ما ساقوله فعلا محض براءه. يعني كميه التصفيق التي سمعت في تلك القاعه، وهم انفسهم رجعوا بعدين لما سقط او ابتدت يعني ينهار نظام محمد مرسي شحذوا الاقلام لانتقاده، بس كانوا في هذه الجلسة يصفقون لهذا التوجه. قلت لك حقيقة دكتور أنا مش فاكرة أسامي، يعني لي فعلا أنا ما بعرفش الأسامي. فالمهم اللي حصل إنه كانوا يعني عم بزقفوا لهالفكرة العظيمة إنه الإعلام اليوم لازم يوجه، لازم ينمي، لازم يكون متجانس، لازم مش عارف. anyway راح محمد مرسي، ونحن اليوم ما بعد 30 يونيو دخلنا في مرحلة جديدة، مرحلة ما عرفش تحولنا اليوم انه كل حد يا جماعة انا ما عنديش تنظير، انا لا اكاديمية ولا اعلامية كبيرة، انا حدا بيخوض تجربته وبيتعلم بشكل يومي من هذه التجربة. اليوم نحن حيال اتهام، نحن محرضون، نحن نحرض ليه؟ علشان بكل بساطة لما بروح بقعد مثلا مع بمقابلة مع أحد المسؤولين وأسأل سؤال زي اللي وجهه على سبيل المثال زميلي حسام قبل قليل عن التوك توك، نسمى بأن نحن محرضين. بلس في اليوم كمان في توجه آخر، أنتوا بتطرحوا المشاكل من غير حلول ليه؟ مين قالكم أنه الإعلام أصلا مهمته يقدم حلول؟ مين قال أنه الإعلامي مهمته يقدم حل؟ أنا مهمتي أن أنا بشوف قدامي هذا المشهد، شايف أحمر وأصفر وأخضر وأزرق، هحط أنا شايف أحمر وأخضر، إذا مش عاجبكم في الوقت الحالي الأخضر ده زعجنا علشان مش عارف إيه ولازم نخفيه، أنا هفضل أقول وحتى لو اعتبر هذا الدور تحريضي. نحن لسنا موجهين، نحن لسنا مصلحين اجتماعيين ولا أطباء نفسيين ولا وزراء لاتخاذ القرارات. اليوم وبكل فخر، وهي أول مرة بقولها وأول مرة بسمح لنفسي أن أتعامل بهذه الطريقة، أفتخر بأنه الوزراء يخشون أن يطلعوا مباشر في الصورة الكاملة، يخشون أنه إلا بشارته مع ليليان داود يطلعوا تسجيل، لأنه بكل بساطة يقال لرئاسة التحرير ويقال لمعدين البرنامج ما بنطلعش لايف معاها، أسئلتها غير متوقعة. كان آخرها حادث يوم أمس
بعد سلسلة من الانتقادات وجهت لوزير التعليم داخل الاستوديو ومحاولات بائسة من قبلنا في البرنامج أنه يكون موجود معنا للرد على كل ما يوجه لأدائه وليس لشخصه يا جماعة، لأدائه وليس لشخصه، وقدم بنا نوع من أنواع الشكوى أن احنا نتعرض لمشاكل في وزارة التربية. المهم ذكرنا سيادة الوزير أنه حضرتك دائما، وقلت الكلام ده على الهواء أكثر من مرة، مرحب بحضرتك تجي على الاستوديو. بالنهاية طبعا ما أجى على الاستوديو، حملت حالي أنا والفريق امبارح بناء على موعد من معالي الوزير علشان نتكلم بأول أسبوع لعودة المدارس. المهم مشغول، حصل عليه حاجة طرقة، احنا قاعدين من الساعة 1:30 لغاية 6:15 لغاية ما شرف الوزير. اسمحي لي بس، لا بس اكمل سريعا، انك تقصينا قصه على سبيل المثال، على سبيل المثال، وهذا ما حدث. لا طبعا انا ولذلك انا قلت نقد ادائه. المهم انه الساعه 6:15 يقال لنا انه معاكم بس ثلث ساعه لنص ساعه علشان تقدروا تسجلوا مقابله. anyway طبعا ما حصلش الموضوع، انا مش رايح علشان اقدم او اسجل ثلث ساعه او نص ساعه، انا بس بديكم نموذج في الوقت الحالي، لانه حتى اذا انت اردت ان توجه علامه استفهام او تقول الوزاره الاجرائيه ليست ذات طابع سياسي، انا ما بتحدثش عن، انا عن وزاره خدميه تقدم خدماتها للمواطن، وزاره التعليم او محافظه القاهره او محافظ القاهره وغيره، ما بتقدر حتى تسال سؤال بسيط حول مثلا لماذا كان في 4 أسابيع لماذا لم يتم فيها تحسين ولو قدر قليل من البنية التحتية للمدارس اللي كانت مغلقة؟ يقول لك حصل بأمارة انه في طفل وقع من على البلكونة، طفل اخر وقع. بيكفي كلام عن التعليم. فالمهم انا بس كنت اعطي هذا المثال فقط لأشير الى انه اليوم الاعلام ما حدش كتير يلومنا، نحن ايضا بشر محتاجين، احنا بهذه المهنة احنا we are making our living. يعني ارجع اقول لكم، صحيح تتقيد بالمعايير المهنية اللي انت لازم تتقيد فيها، بس ده هيحطك فين؟ خارج الملعب بكثير من الاحيان. لو انت عايز تاكل عيش، عايز تاكل عيش، فبالتالي تبعد عن المواضيع اللي هي مثيرة للجدل، حتى انك تسأل سؤال لوزير بوزارة خدمية فين الخدمات اللي وزارتك بتقدمها او الحلول اللي وزارتك بتقدمها، فبالتالي تنسحب من المشهد لتحافظ على معاييرك المهنية وتتكلم في مواضيع في اغلب الاحيان بعيدا عن السياسة. الإعلام ابن المجتمع، عندما يحكم المجتمع ثقافة، وهي ثقافة للأسف سائدة الآن، ثقافة تتصور أن كل الأشياء لابد أن تبدو وردية، لن يستطيع الإعلام أن يعمل بشكل سليم وبشكل خلق. فالإعلام مظلوم كما هو، يعني أنا لا أدافع عنه، لكن هو مظلوم في نتيجة المطاف، لا فيش تعليقات. طبعاً نحن بسم سبحان الله، تحبوا نعمل ايه؟ طيب يعني احنا بنسأل، يعني انا دكتور بدك ياني افضل هنا ولا ارجع مكاني؟ نعم لا تفضلي. في سؤال الاستاذ دكتور صفوت ودكتور ياسر، الاثنين هيبقوا على البوديوم، اثنين، لان في مجموعه من الاسئله بقالوا الاثنين مع بعض. تفضل. بالضبط كده. وأولهم أظن السؤال العمليين القاعدة، في سؤال. يعني أشكركم أنكم تحملتم 2:30 أو يعني ما يقرب من 3 ساعات لندوة بهذا الطول وعشرة متحدثين وأنا منهم، وأنا أعتقد أنني يعني حديثي لغاية مرغوب فيه من الكثيرين. شكرا لكم، وشكرا لمعهد التنوع الإعلامي، وشكرا لمركز القرار لحقوق الإنسان الذين يتحملوا مثل هذا الكلام ومثل هؤلاء الضيوف ومثل هذا المدير للندوة. شكرا جزيلا.